عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وانتم ما تشوفوا هذا الفيديو هادي اليوم، انا قلت غادي نصايب، وليت عندي عاده اي حاجه تنبغي نصايبها في الدار تنبغي نتقاسمها معكم ولا نشاركها معكم. بغيت ندير بريوش، تنبغيو هكا فهمتي كل حاجه سخون تنبغيو في الفطور تيجي زوين. فايت ليا درت بريوش بالكريم باتيسري والزبيب، وهذا بغيت نديرو بالشوكولا بالشكلاط ديال الدهن، اي نوع شكلاط ديال الدهن، المهم يكون النوع الاسود. وعندنا في المقادير غادي نبداو، عندنا نص كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندنا خماره وحده خميره ديال الحلوه 7 غرام، وعندنا ساشي ديال السكر الفاني، وعندي نص كيلو ديال الطحين والحليب. غادي نحتاج تقريبا جوج كيسان ديال العنبه. اول حاجه غنديروها غناخذو تقريبا نص كاس ديال الحليب ولا كاس لا ربع هكا ديال الحليب، غنزيدو عليه الخميره، غنزيدو عليه معلقه ديال السكر سنيده، وغنزيد معلقه ديال الطحين الفورص، غنخلطهم مزيان وغنخلي هاد الخميره هادي حتى تفاعل حتى تخمر شويه. ضروري ديروا هاد الطريقه باش البغيوش تيجي فتي. خلطوها مزيان، غطيوها ونخليوها على جنب. ومن بعد غادي ناخذوا الطحين، نص كيلو ديال الطحين غنديروه في العجانه، غنزيد عليه السكر اللي بقى، ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الخميرة، ونص كاس ديال الزيت. ما غنحتاجو لا زبدة لا بيض لا والو، المكونات اللي بسيطة ولكن النتيجة تجي زوينة بزاف. ومن بعد غادي نزيد هذاك الخليط ديال الخميرة اللي درت خليتها تخمر، وغادي نبدا نضيف الحليب بشوية بشوية حتى تجمع لي العجين ونخليها تدلك مزيان. انا خليتها غير شوية، الا خليتوها بزاف راه غادي يطلع حتى الفوق. المهم حتى هكا مزيان، غادي نضيف الخليط، غندور العجينه ونزيد الحليب بشويه بشويه. كما قلت لكم كاس ديال العنبه هذا راه تي عاد الكاس ديال العنبه. خليها تعجن مده ديال 10 دقائق، خمسة دقائق ونحبس العجينه ونعاود نزيدها 5 دقائق اخرى، هي 10 دقائق وهي تتعجن مزيان. ولا عجنتوها بيدكم دلكوها مزيان ودخلوا فيها الهواء باش تجيكم عجينه فتيه. صافي، من بعد ما تعجنت العجينه ما تتكونش قاصحه وما تتكونش خفيفه بزاف، خصها تكون ما قاصحه ما خفيفه بحال هكا، انت تقيسوها تتلصق لكم في يدكم. صافي، دابا انا غادي نخليها في هذا البول هادي، غنحيد غير هذا ونخليها في البول، غنجمع ليها غير الجناب ديالها ونخليها هنايا. ولا بغيتو ديروها في شي بواطه اخرى تحيدوها من البول ديال العجانه وديروها في بواطه اخرى تقدروا. انا غندير نخليها هنا في العجانه ونغطيها ونخليها حتى تخمر تضاعف الحجم ديالها، ونعاودو نتلاقاو باش نقطعوهم. كيف ما شفتو من بعد ما ضاعف الحجم ديالها، انا غنحتاج هذا المول هذا، تقدروا ديروا اي مول عندكم. درت له الا بغيتوا تدهنوه غير بزبده ولا بزيت وترشوه بالدقيق، انا درت له هذا الورق بابي كويسون ولا الورق ديال الطبخ من التحت، ومن هنا دهنته بشويه ديال الزبده. دابا غناخذ غير شويه الزيت هكا في يدي، هي راه ما تتلصقش. نهبط العجينه هكا، من
ماشي تعجنوها، غير تهبطوها تخرجوا منها داك الهواء اللي فيها. وهي العجينه ديال الفطائر راه تتكون كما قلت لكم انت تعجنوها في الاول راه تتكون تتلصق. صافي دابا غنحاول نقطعهم بحال غنقطع رغيفات. هكا بحال غنقطعوا رغيفات، حاولوا ما امكن ديروهم متساويين، متكونش وحده اكبر من وحده. ما تكونوا تقطعوهم ما تحاول ماشي تحاولوا تعجنوهم، يعني تبقاو ديروهم غير تقادوا الشكل وتقطعوا بحال هكا، تحاولوا تخليو فيهم الهواء شويه. من بعد ما شكلناهم كاملين هكا غنبدا بهذوك الاولين يكونوا طلقوا شويه، غير شويه بحال هكا نبرك عليهم. غتاخذوا شوكولا الدهن هكا، ولا لا ديروا شوكولا عاديه ولا اللي عندكم. وغنحاولوا نجمعوا شويه البغيوش ديالنا هكا بلا ما نعجنوه، غير تجمعوا على هذا الشكل هذا شو تسد بلا ما نبقى نعجن فيه. وغادي نستفو في المول. غناخذ عاوتاني وحده من هذوك الاولين تنبرك عليها غير شويه ما تنقرصهاش بزاف، وتناخذ حاولوا ديروا جوج معلقات باش ما تكرفش يدكم تصدقوا مخسرين العجينه بالشوكولا. وتنجمع عادي بحال هكا، غير بهذه الطريقه هادي هكا. وتنستفها وحاولوا ماشي تبعدوهم تزحموهم، تجي وحده لاصقه على وحده. غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. شفتوا ما تنعجنهم ما والو، غير بشويه باش يبقاو خامرين يبقاو مهويين. ملي تنحط تخليش لي سباس بيناتهم، تنحاول نقربهم مزيان بعضياتهم. نزيد هذه هنا ندير لها بلاصه. شفتوا انا هادو درتهم صغار باش يجيوني هنا الوسط، شكلوا رضا بحال هكا. لاحظتوا انا راه تندير فيهم هما تيشوفوا شحال تضاعف الحجم ديالهم. دابا غنخليهم واحد نص ساعه حتى يشبعوا خميره، وقبل ما نخليهم يخمروا غندهنهم المره الاولى بصفر د البيض وشويه د الخل وشويه ديال انا عندي شويه د لاكريم فخاش، الا ما كانتش عندكم تقدروا ديروا غير الحليب، اي شويه د الحليب شويه د الخل وصفر د البيض. وغنخليهم يخمروا، ملي بغيت ندخلهم الفران نعاود ندهنهم المره الثانيه بصفر د البيض، ندردر عليهم شويه كاوكاو ولا الكوك ولا اي حاجه عندكم وندخلهم يطيبوا. شفتوا انا زدت شويه ديال لا كريم فريش وجوج قطرات هكا ديال الخل، ماشي بزاف غير شويه. وغادي نخلط هذا الشيء مزيان. دابا غادي ندهنهم غير بشويه بلا ما نحاولوا نقيسوا جناب ديال المول باش ما يتحرقش لينا داك البيض، غير بشويه تدهنوهم جوج مرات الا بغيتوا هذيك البغيوش ديالكم تجي محمره وفيها واحد اللمعه. دهنوهم هكا وخليهم يخمروا وعاودوا دهنوهم المره الثانيه.
صافي كيف ما شفتوا انا دهنتها المره الاولى وغنخلي هذا ندهنها ملي نبغي ندخلها للفران غنخليها تخمر واحد دابا الحال سخون دغيا تتخمر الحال سخون وانا رشفتو درت فيها معلقه كبيره ديال الخميره دونك غادي تخمر دغيا واحد نص ساعه غادي يضاعف الحجم ديالها مزيان غنشعل الفران من التحت ونقص عليه ما يكونش مجهد بزاف يكون عافيه مهيله ماشي مهيله بزاف يعني بينو بين ما تكونش مجهده وما تكونش منقوصه اكثر من القياس ندخلوها الطيب من التحت ولكن عندنا الفران تيشعل من الفوق ومن التحت راه غادي نشعلوا عليها ملي تقرب الطيب نشعلوا عليها من الفوق باش تحمر كان عندنا الفران غير من التحت راه تنطيبوها ومن بعد تنعاودوا نهبطوها لتحت باش تحمر من الوجه من بعد ما شفتوا كيفاش يضاعف الحجم ديال البغيوش ديالنا تدهنوا غير بشويه باش ما تهبط لكمش الخميره اللي تخمر هي بشويه تندهنوا من الفوق انا درت الفران يسخن قلت لكم قبيله غندير لهم كاوكاو ندخلهم لا اتا غيطيبوا عاد ندهنهم بالعسل ولا كونفيتور ولا ناباج ولا اي حاجه عندكم ودهنوهم به عاد ديروا عليهم كاوكاو ولا اللوز ولا اي حاجه عندكم وتقدروا ديروا حتى الكوك الا كان عندكم ديروه غير هكاك ولا تحمروه ديروه تيعطي منظر زوين ولكن هذاك الكوك الغليظ من بعد ما حيدت البغيوش ديالي من المول تحيدوه غير بشويه ولا تسناو عليه حتى يبرد غادي ندهنوا اي حاجه عندكم الناباج ولا الكونفيتور هذاك اللي سائل ولا العسل حتى هو ندهنوا مزيان تيجي روعه تيجي بحال القطن من بعد نقطع لكم طريف تشوفوا صافي عندي شويه ديال الكاوكاو مهرمش غنديرو هكا من الفوق مزيان تيبقى اختياري تقدروا ديروا الكوك ولا اي حاجه يعني متوفره عندكم تقدروا ديروها انا كنشيط ليا شويه ديال الكاوكاو درتو هذا هو الشكل النهائي ديال البغيوش ديالنا تيجي ولا اروع تيجي زوين بزاف 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 انا درت له غير شويه دهنته بشويه ديال العسل ودرت له شويه ديال الكوك في الجناب اختياري الا ما بغيتوش دهنوه من الجناب يكفي انكم دهنوه بالناباج ولا بالكونفيتور ولا عسل من الوجه ودرو عليه سواء كاوكاو ولا لوز ولا كوك ولا اي حاجه عندكم ولا ديروا له غير ناباج وتخليوه هكاك بهذا الشكل هذا تيجي الشكل ديالو راقي تيجي بحال القطن شوفوا كيفاش تيجي انا غنقطع معكم طريف تشوفوا كيفاش تيجي الشوكولا دايب الداخل ديالو تيجي دايب تيجي بحال القطن هذا هو الشكل النهائي ديالو كما قلت لكم تيجي زوين بزاف بزاف غير جربوه ما غاديش تندموا بغا يولي معتمد عندكم شوفوا كيفاش تيجي قطني تيجي بحال القطن شوفوا لاباط ديالو كيفاش دايره تيجي غزال 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 تيجي زوين بزاف وبالنسبه للحشوه تقدروا ديروا اي حاجه كونفيتور شوكولا اي حاجه عندكم تقدروا ديروها ولا جبن تيجي غزال انا قطعته هو سخون مازال سخون وقطعته نتوما تقدروا تسناو عليه حتى يبرد شويه عاد تقطعوه تديروه في الثلاجه وتخليه يبقاو هكا الصباح تحتاجوه في الفطور ما تيوقع له حتى شي حاجه تيبقى يومين حتى ثلاث ايام في الثلاجه ما تيوقع له والو وبهذا الشكل هذا تنكون وصلنا لنهايه الفيديو تنتمنى ما نكونش كنت ثقيله على قلبكم ويعجبكم لا فيديو ولا يعجبكم ما تنساوش ديروا جيم وبارطاج مع طبيعه الحال فضلا ولا اذا امراني الا عجبكم لا فيديو من طبيعه الحال واللي اول مره غيشوف القناه مرحبا به وشكرا لكم على لي كومونتير اللي تتخليو زوينين وشكرا على الدعم ديالكم وبسلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله.